سيد الرئيس، إن هذا الوطن قد أن وضاق شعبه ضرعا من كثرة ابتلائه بأفعال هذا المتهم ومن هم على شاكلته. هذا الوطن قد أن من كثرة استباحة أمواله من بعض القلة الفاسدة التي تتاجر بالوظائف العامة، والتي لم يرضعها وازع من دين أو أخلاق، ولم يرضعها الخوف، الخوف مما يطالعون به الصحف كل يوم من توقيع الجزائر الرادع على أمثاله. لم يرضعهم كل ذلك من الاستمرار في جرمهم، ولن نلقي الإثم بذلك على المرتشي دون الراشي، فالراشي مفسد والمرتشي فاسد، كلاهما سعيا في الأرض فسادا. الراشي أراد بأمواله شراء بخس الضمائر، والمرتشي سلم وباع نفسه وضميره، نظير حفنة من الأموال والعطايا. سؤال لم يغب يوما عن ذهني طوال عملي بمثيلات تلك القضايا، أيهما ملام؟ أيهما أضل؟ أيهما أضر؟ رأيت قانونا يعفي الراشي والوسيط إذا أقر، أفهل رأى المشرع جرما أشد من جرم؟ لا يا سيد الرئيس، فالراشي شيطان والمرتشي خائن خسيس، فكلاهما قبيح وجرمه شديد. واليوم ننتظر الحكم، فلعله يكون رادعا للمتهم الأول وأمثاله، لعله يطيح بآمال من ظن أنه بجرمه مفلتا، علّه يكون للضلال والفساد والرشوة مبترا، حكم يضحى معه راجي أموال الرشوة مفلسا، حكم لا تحصى أيام عقابه عددا، ولا تدركه شفقة ولا رحمة ولا رأفة أبدا، حكم للعدل والحق والإحسان سندا. فها هو المتهم الأول سيد الرئيس، يتحين من أسهم حق فلاتا، يتحين لحظة خروجه من محبسه فينقلب جرمه رمادا، يتوهم أنه بما اقترفه من إثم وجرم لن ينال عقابا، إلا أننا قد سقناه اليوم لحضراتكم ليلاقي جزاء ما اقترفه من جرائم، جرائم كانت سماتها الطمع والجشع وشهوة المال، سماتها استبدال الحرام بالحلال، فطلب بإذلال وأخذ بظلم وضلال، فأهدر مال الوظيفة العامة عند الناس من وقار وجلال. إن الشرفاء في هذا البلد ينتظرون حكمكم بتوقيع أقصى العقوبة على هذا المتهم، ينتظرونه ليتيقنوا وليعلم الجميع أنهم على الصواب في زمن الفتنة، ينتظرونه ليتيقنوا أن استعصامهم بشرفهم هو السبيل الوحيد للنجاة من براثن الشيطان الذي يجيد اختيار أعوانه، وإلا ما كنا هنا اليوم. ينتظرونه ليتيقنوا وليعلم الجميع أن هذا هو مصير من ينسى الله ويخون الأمانة، يتاجر بوظيفته العامة وبشرفه. سيد الرئيس، إن النيابة العامة وإن مثلت المجتمع بالادعاء في تلك القضية تطالبكم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الأول، أعيدها وأكررها، أقصى عقوبة عليه، شفاء لما يكمن في صدور أبناء هذا الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.